وانتقل من الحديث معك الى احمد حسين. احمد واقف بقالك كتير، معلش، اخبار مجلس النواب والجلسات النهارده ايه؟ اخر الجديد عندك؟ نعم حسام، شكرا لك وتحية لك ولكل السادة المشاهدين. اليوم في مجلس النواب هناك ثلاثة اجتماعات هامة للجنة الخطة والموازنة داخل المجلس. الاجتماع الأول الذي تقريبا ما زالت وقائعه تجري حتى الآن هو اجتماع مع مصلحة الضرائب، مصلحة الضرائب طبعا بالثلاثة إدارات أو الثلاثة مجالات التي تتواجد داخل الضرائب، الضرائب على الدخل وضرائب القيمة المضافة وأيضا الضرائب العقارية والجمارك. هذه الاجتماعات تأتي لمناقشة ما تم يعني ما تم توريده إلى مصلحة الضرائب وإلى الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. طبعا كان الاجتماع مع مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب العقارية وأيضا مصلحة الجمارك، وأيضا تمت مناقشة خطط التطوير لهذا القطاع المهم والحيوي والذي تعتمد عليه موازنة الدولة بشكل كبير. الاجتماع الثاني مع ممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الثقافة وأيضا وزارة التعاون الدولي والاستثمار وأيضا وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج لمناقشة موازنات البرامج والأنشطة لديهم خلال الربع الأول أيضا من هذا العام. الاجتماع الثالث والأخير لتسليم ما تم تنفيذه فعليا ومناقشة ما سيتم تنفيذه أو الجاري تنفيذه خلال الربع الأول من العام المالي والعام المالي الماضي لبقية الوزارات، وزارة التعليم العالي والتجارة والصناعة والآثار والاتصالات وبقية الوزارات. إذا عدنا للاجتماع الأول الذي ما زال يجري حتى الآن مع مصلحة الضرائب، عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب قدم لي المجلس ما يفيد بأن المصلحة قامت بتوريد أو بجمع 108% من المستهدف، يعني مصلحة الضرائب خلال الربع المالي الأول من هذا العام جمعت نحو 15 مليار جنيه مصري و900 مليون جنيه تقريبا، وهو يزيد بحدود 8 مليارات عن نفس الفترة من العام الماضي. كان المستهدف 107 وتم جمع 115. تقسم هذه الحصيلة أو النسبة ل 48 مليار جنيه ضرائب دخل و67 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة. بدورها مصلحة الضرائب العقارية أو مأمورية الضرائب العقارية تحت إدارة السيدة سامية حسين ذكرت أنه تم جمع 1.9 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ويستهدفون خلال هذا العام الوصول إلى نحو 5.8 مليارات جنيه من الضرائب العقارية. أيضا كان هناك حديث بين النواب ورؤساء المصالح في الضرائب أو رؤساء الإدارات في الضرائب حول خطط التطوير، ودار حديث حول أن مقرات الضرائب هي يعني مقرات تكون في أملاك تابعة لوزارة الأوقاف، وبالتالي وزارة المالية لا تريد تطوير البنى التحتية للمنشآت لأنها لا تملك هذه المقرات، لا تريد التطوير في مباني لا تملكها وزارة المالية. فبالتالي يعني هناك جدل وحديث ومناقشات حول خطط تطوير الضرائب. طلب رئيس مصلحة الضرائب العقارية بزيادة أو تعيين عدد كبير أيضا من المأمورية الضرائب، نظرا لأن 90% من الموظفين حاليا أعمارهم تزيد على 50%. هذا ملخص لأهم ما دار الآن في مجلس النواب. ما زالت الاجتماعات تدور في الداخل، ولكن الآن أعود إليك حسام. شكرا جزيلا أحمد حسين، شكرا جزيلا أحمد رجب، والشكر لك أيضا سارية ياسين. أشكركم، شكرا جزيلا على وجودكم معنا.